ذاكرة الجسد، أحلام مستغني. الفصل الأول. ما زلت أذكر قولك ذات يوم: الحب هو ما حدث بيننا، والأدب هو كل ما لم يحدث. يمكنني اليوم بعدما انتهى كل شيء أن نقول هنيئا للأدب على فجيعتنا، إذن فما أكبر مساحة ما لم يحدث. إنها تصلح اليوم لأكثر من كتاب، وهنيئا للحب أيضا. فما أجمل الذي حدث بيننا، ما أجمل الذي لم يحدث، ما أجمل الذي لن يحدث. قبل اليوم كنت أعتقد أننا لا يمكن أن نكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها، عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم دون أن نتألم مرة أخرى، عندما نقدر على النظر خلفنا دون حنين، دون جنون، ودون حقد أيضا. أيمكن هذا حقا؟ نحن لا نشفى من ذاكرتنا، ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن نرسم، ولهذا يموت بعضنا أيضا. أتريد قهوة؟ يأتي صوت عتيقة غائبا، وكأنه يطرح السؤال على شخص غيري، معتذرا دون اعتذار على وجه للحزن لم أخلعه منذ أيام. يخذلني صوتي فجأة، أجيب بإشارة من رأسي فقط، فتنسحب لتعود بعض لحظات بصينية قهوة نحاسية كبيرة عليها إبريق وفناجين وسكرية ومرش لماء الزهر وصحن للحلويات. في مدن أخرى تقدم القهوة جاهزة في فنجان وضعت جوارهم مسبقا ملعقة وقطعة سكر، ولكن قسنطينة مدينة تكره الإيجاز في كل شيء. إنها تفرد ما عندها دائما، تماما كما تلبس كل ما تملك وتقول كل ما تعرف. ولهذا كان حتى الحزن وليمة في هذه المدينة. أجمع الأوراق المبعثرة أمامي لأترك مكانا لفنجان القهوة، وكأنني أفسح مكانا لك. بعضها مسودات قديمة، وأخرى أوراق بيضاء تنتظر منذ أيام بعض الكلمات فقط كي تدب فيها الحياة وتتحول من ورق إلى أيام. كلمات فقط أجتاز بها الصمت إلى الكلام والذاكرة إلى النسيان. ولكن تركت السكر جانبا وارتشفت قهوتي مرة كما عودني حبك. فكرت في غرابة هذا الطعم العذب للقهوة المرة، ولحظتها فقط شعرت أنني قادر على الكتابة عنك، فأشعلت سيجارة عصبية ورحت أطارد دخان الكلمات التي أحرقتني منذ سنوات دون أن أطفئ حرائقها مرة فوق صفحة. هل الورق مطفاة للذاكرة؟ نترك فوقه كل مرة رماد سيجارة الحنين الأخيرة وبقايا الخيبة الأخيرة. من منا يطفئ أو يشعل الآخر؟ لا أدري، فقبلك لم أكتب شيئا يستحق الذكر، معك فقط سأبدأ الكتابة، ولابد أن أعثر أخيرا على الكلمات التي سأنكتب بها. فمن حقي أن أختار اليوم كيف أنكتب، أنا الذي لم أختر تلك القصة، قصة كان يمكن أن لا تكون قصتي لو لم يضعك القدر كل مرة مصادفة عند منعطفات فصولها. من أين جاء هذا الارتباك؟ وكيف تطابقت مساحة الأوراق البيضاء المستطيلة بتلك المساحة الشاسعة البياض للوحات لم ترسم بعد وما زالت مسندة على جدار مرسم كان مرسمي؟ وكيف غادرتني الحروف كما غادرتني قبلها الألوان، وتحول العالم إلى جهاز تلفزيون عتيق يبث الصور بالأسود والأبيض فقط، ويعرض شريطا قديما للذاكرة كما تعرض أفلام السينما الصامتة؟ كنت أحسدهم دائما، أولئك الرسامين الذين كانوا ينتقلون بين الرسم والكتابة دون جهد، وكأنهم ينتقلون من غرفة إلى أخرى داخلهم، كأنهم ينتقلون بين امرأتين دون كلفة. كان لابد أن لا أكون رجلا لامرأة واحدة. هذا هو ذا القلم إذن، الأكثر بوحا والأكثر جرحا. ها هو ذا الذي لا يتقن المراوغة، ولا يعرف كيف توضع الظلال على الأشياء، ولا كيف ترش الألوان على الجرح المعروض للفرجة. وها هي الكلمات التي حرمت منها عارية كما أردتها، موجعة كما أردتها. فلما رعشة الخوف تشل يدي وتمنعني من الكتابة؟ تراني أعي في هذه اللحظة فقط أنني استبدلت بفرشاتي سكينا،
وأن الكتابة إليك قاتلة كحبك. ارتشفت قهوتك المرة بمتعة مشبوهة هذه المرة، شعرت أنني على وشك أن أعثر على جملة أولى أبدأ بها هذا الكتاب، جملة قد تكون في تلقائية كلمات رسالة، كأن أقول مثلا: أكتب إليك من مدينة ما زالت تشبهك وأصبحت أشبهها، ما زالت الطيور تعبر هذه الجسور على عجل وأنا أصبحت جسرا آخر معلقا هنا. لا تحب الجسور بعد اليوم، أو شيئا آخر مثل: أمام فنجان قهوة ذكرتك، كان لابد أن تضعي ولو مرة قطعة سكر في قهوتي. لماذا كل هذه الصينية؟ من أجل قهوة مرة؟ وأن أقول أي شيء؟ كان يمكن أن أقول أي شيء، ففي النهاية ليست الروايات سوى رسائل وبطاقات نكتبها خارج المناسبات المعلنة لنعلن نشرتها النفسية لمن يهمهم أمرنا، ولذا أجملها تلك التي تبدأ بجملة لم يتوقعها من عايش طقسنا وطقوسنا، وربما كان يوما سببا في كل تقلباتنا الجوية. تتزاحم الجمل في ذهني، كل تلك التي لم تتوقعها، وتمطر الذاكرة فجأة، فأبتلع قهوتي على عجل وأشرع نافذتي لأهرب منك إلى السماء الخريفية، إلى الشجر والجسور والمارة، إلى مدينة أصبحت مدينتي مرة أخرى بعدما أخذت لي موعدا معها لسبب آخر هذه المرة. ها هي ذي قسنطينة، وها هو كل شيء أنت، وها أنت تدخلين إلي من النافذة نفسها التي سبق أن دخلت منها منذ سنوات، مع صوت المآذن نفسه وصوت الباعة وخطى النساء الملتحفات بالسواد والأغاني القادمة من مذياع لا يتعب. يتفاحة يتفاحة، خبريني وعلاش الناس والعبيك. تستوقفني هذه الأغنية بساذاجتها، تضعني وجها لوجه مع الوطن، تذكرني دون مجال للشك بأنني في مدينة عربية، فتبدو السنوات التي قضيتها في باريس حلما خرافيا. هل التغزل بالفواكه ظاهرة عربية، أم وحده التفاح الذي ما زال يحمل نكهة خطياتنا الأولى، شهي لحد التغني به في أكثر من بلد عربي؟ وماذا لو كنت تفاحة؟ لا، لم تكوني تفاحة، كنت المرأة التي أغرتني بأكل التفاح لا أكثر. كنت تمارسين معي فطريا لعبة حواء، ولم يكن بإمكاني أن أتنكر لأكثر من رجل يسكنني لأكون معك أنت بالذات في حماقة آدم. أهلا سخالد، وشرك اليوم؟ يسلم علي جار تسلقت نظراته طوابق حزني، وفاجأه وقوف الصباحي خلف شرفة للذهول. أتابع في نظرة غائبة خطواته المتجهة نحو المسجد المجاور، وما يليها من خطوات لمارة آخرين، بعضها كسلة وأخرى عجلة، متجهة جميعها نحو المكان نفسه. الوطن كله ذاهب للصلاة، والمذياع يمجد أكل التفاحة، وأكثر من جهاز هوائي على السطوح يقف مقابلا المآذن يرصد القنوات الأجنبية التي تقدم لك كل ليلة على شاشة تلفزيونك أكثر من طريقة عصرية لأكل التفاح. أكتفي بابتلاع ريقي فقط، في الواقع لم أكن أحب الفواكه، ولا كان أمر التفاح يعنيني بالتحديد. كنت أحبك أنت، وما ذنبي إن جاءني حبك في شكل خطيئة. كيف أنت؟ يسألني جار ويمضي لصلاة، فيجيبه لساني بكلمات مقتضبة ويمضي في السؤال عنك: كيف أنا؟ أنا ما فعلته بسيدتي، فكيف أنت؟ يا امرأة كساها حنيني جنونا، وإذا بها تأخذ تدريجيا ملامح مدينة وتضاريس وطن، وإذا بي أسكنها في غفلة من الزمن، وكأنني أسكن غرفة ذاكرة المغلقة من سنين. كيف حالك؟ يا شجرة توت تلبس الحداد وراثيا كل موسم، يا قسطنطينية الأثواب، يا قسطنطينية الحب والأفراح والأحزان والأحباب. أجيبي، أين تكونين الآن؟ ها هي ذي قسنطينة، باردة الأطراف والأقدام، محمومة الشفاه، مجنونة الأطوار. ها هي ذي، كم تشبهينها اليوم أيضا لو تدرين. دعيني أغلق النافذة،
كان مارسيل بانيول يقول: تعود على اعتبار الأشياء العادية أشياء يمكن أن تحدث أيضا. أليس الموت في النهاية شيئا عاديا تماما كالميلاد والحب والزواج والمرض والشيخوخة والغربة والجنون وأشياء أخرى؟ فما أطول قائمة الأشياء العادية التي نتوقعها فوق العادة حتى تحدث، والتي نعتقد أنها لا تحدث سوى للآخرين، وأن الحياة لسبب أو لآخر ستوفر علينا كثيرا منها حتى نجد أنفسنا يوما أمامها. عندما أبحث في حياتي اليوم أجد أن لقائي بك هو الشيء الوحيد الخارق للعادة حقا، الشيء الوحيد الذي لم أكن لأتنبأ به أو أتوقع عواقبه علي، لأنني كنت أجهل وقتها أن الأشياء غير العادية قد تجر معها أيضا كثيرا من الأشياء العادية. ورغم ذلك ما زلت أتساءل بعد كل هذه السنوات: أين أضع حبك اليوم؟ أفي خانة الأشياء العادية التي قد تحدث لنا يوما كأية وعكة صحية أو زلة قدم أو نوبة جنون، أم أضعه حيث بدأ يوما كشيء خارق للعادة، كهدية من كوكب لم يتوقع وجودها الفلكيون، أو زلزال لم تتنبأ به أي أجهزة للهزات الأرضية؟ أكنت زلة قدم أم زلة قدر؟ أقلب جريدة الصباح بحثا عن أجوبة مقنعة لحدث عادي غير مسار حياتي وجاء بي إلى هنا. أتصفح تعاستنا بعد كل هذه الأعوام، فيعلق الوطن حبرا أسود بيدي. هناك صحف يجب أن تغسل يديك إن تصفحتها، وإن كان ليس للسبب نفسه كل مرة، فهنالك واحدة تطرق حبرها عليك، وأخرى أكثر تألقا تنقل عفونتها إليك. الآن الجرائد تشبه دائما أصحابها، تبدو لي جرائدنا وكأنها تستيقظ كل يوم مثلنا بملامح متعبة وبوجه غير صباحي غسلته على عجل ونزلت به إلى الشارع، هكذا دون أن تكلف نفسها مشقة تصفيف شعرها أو وضع ربطة عنق مناسبة أو إغرائنا بابتسامة. 25 أكتوبر 1988. عناوين كبرى: كثير من الحبر الأسود، كثير من الدم، وقليل من الحياة. هناك جرائد تبيعك نفس صور الصفحة الأولى ببدلة جديدة كل مرة، هناك جرائد تبيعك نفس الأكاذيب بطريقة أقل ذكاء كل مرة، وهناك أخرى تبيعك تذكرة للهروب من الوطن لا غير. وما دام ذلك لم يعد ممكنا فلأغلق الجريدة إذن ولأذهب لغسل يدي. آخر مرة استوقفتني فيها صحيفة جزائرية كان ذلك منذ شهرين تقريبا، عندما كنت أتصفح مجلة عن طريق المصادفة وإذا بصورتك تفاجئني على نصف صفحة بأكملها مرفقة بحوار صحفي بمناسبة صدور كتاب جديد لك. يومها تسمر نظري أمام ذلك الإطار الذي كان يحتويك، وعبثا رحت أفك رموز كلامك. كنت أقرأك مرتبكا متلعثما على عجل، وكأنني أنا الذي كنت أتحدث إليك عني، ولست أنت التي كنت تتحدثين للآخرين عن قصة ربما لم تكن قصتنا. أي موعد عجيب كان موعدنا ذلك اليوم! كيف لم أتوقع بعد تلك السنوات أن تحجزي لي موعدا على ورق بين صفحتين في مجلة لا أقرأها عادة؟ إنه قانون الحماقات، أليس كذلك؟ أن أشتري مصادفة مجلة لم أتعود شراءها فقط لأقلب حياتي رأسا على عقب؟ وأين العجب؟ ألم تكون امرأة من ورق، تحب وتكره على ورق، تهجر وتعود على ورق، وتقتل وتحيي بجرة قلم؟ فكيف لا أرتبك وأنا أقرأك؟ وكيف لا تعود تلك الرعشة المكهربة لتسري في جسدي وتزيد في خفقان قلبي، وكأنني كنت أمامك ولست أمام صورة لك؟ تساءلت كثيرا بعدها وأنا أعود بين الحين والآخر لتلك الصورة: كيف عدت هكذا لتتربصي بي، أنا الذي تحاشيت كل الطرق المؤدية إليك؟ كيف عدت بعدما كاد الجرح أن يلتئم
وكاد القلب المؤثث بذكراك أن يفرغ منك شيئا فشيئا، وأنت تجمعين حقائب الحب وتمضين فجأة لتسكني قلبا آخر. غادرت قلبي إذن كما يغادر سائح مدينة جاءها في زيارة سياحية منظمة، كل شيء موقوت فيها مسبقا حتى ساعة الرحيل، ومحجوز فيها مسبقا حتى المعالم السياحية التي سيزورها، واسم المسرحية التي سيشاهدها، وعنوان المحلات التي سيشتري منها هدايا للذكرى. فهل كانت رحلتك مجرة إلى هذا الحد؟ ها أنا أمام نسخة منك مدهوش مرتبك، وكأنني أمامك. تفاجئني تسرحتك الجديدة، شعرك القصير الذي كان شالا يلف وحشة ليلي. ماذا تراك فعلت به؟ أتوقف طويلا عند عينيك، أبحث فيهما عن ذكرى هزيمة الأولى أمامك. ذات يوم لم يكن أجمل من عينيك سوى عينيك، فما أشقاني وما أسعدني بهما. هل تغيرت عيناك أيضا أم أن نظرتي هي التي تغيرت؟ أواصل البحث في وجهك عن بصمات جنون السابق، أكاد لا أعرف شفاهك ولا ابتسامتك وحمرتك الجديدة. كيف حدث يوما أن وجدت فيك شبها بأمي؟ كيف تصورتك تلبسين ثوبها العنابي وتعجنين بهذه الأيدي ذات الأظافر المطلية الطويلة، تلك الكسرة التي افتقدت مذاقها منذ سنين؟ أي جنون كان ذلك؟ وأية حماقة؟ هل غير الزواج حقا ملامحك وضحكتك الطفولية؟ هل غير ذاكرتك أيضا ومذاق شفاهك وصمرتك الغجرية؟ وهل أنساك ذلك النبي المفلس الذي سرق منه الوصايا العشر وهو في طريقه إليك، فجاءك بالوصية الحادية عشرة فقط؟ ها أنت ذي أمامي تلبسين ثوب الردة، لقد اخترت طريقا آخر ولبست وجها آخر لم أعد أعرفه، وجها كذلك الذي نصادفه في المجلات والإعلانات لتلك النساء الواجهة المعدات مسبقا لبيع شيء ما، قد يكون معجون أسنان أو مرهما ضد التجاعيد. أما تراك لبست هذا القناع فقط لتروجي لبضاعة في شكل كتاب أسميتها منعطف النسيان، بضاعة قد تكون قصتي معك وذاكرة جرحي، وقد تكون آخر طريقة وجدتها لقتل اليوم من جديد دون أن تتركي بصماتك على عنقي. يومها تذكرت حديثا قديما لنا عندما سألتك مرة لماذا اخترت الرواية بالذات، وإذا بجوابك يدهشني. قلت يومها بابتسامة لم أدرك نسبة الصدق فيها من نسبة التحايل، كان لابد أن أضع شيئا من الترتيب داخلي وأتخلص من بعض الأثاث القديم، إن أعماقنا أيضا في حاجة إلى نفض كأي بيت نكنسه، ولا يمكن أن أبقي نوافذي مغلقة هكذا على أكثر من جثة. إننا نكتب الروايات لنقتل الأبطال لا غير، وننتهي من الأشخاص الذين أصبح وجودهم عبثا على حياتنا، فكلما كتبنا عنهم فرغنا منهم وامتلأنا بهواء نظيف. وأضفت بعد شيء من الصمت، في الحقيقة كل رواية ناجحة هي جريمة ما نرتكبها تجاه ذاكرة ما، وربما تجاه شخص ما نقتله على مرأى من الجميع بكاتم صوت، ووحده يدري أن تلك الكلمات الرصاصة كانت موجهة إليه. والروايات الفاشلة ليست سوى جرائم فاشلة لابد أن تسحب من أصحابها رخصة حمل القلم، بحجة أنهم لا يحسنون استعمال الكلمات وقد يقتلون خطأ بها أي أحد بعدما يكونون قد قتلوا القراء ضجرا. كيف لم تثر نزعتك السادية شكوكي يومها؟ وكيف لم أتوقع كل جرائمك التي تلت ذلك اليوم والتي جربت فيها أسلحتك الأخرى؟ لم أكن أتوقع يومها أنك قد توجهين يوما رصاصك نحوي، ولذا ضحكت لكلامك. وربما بدأ يومها انبهار الآخر بك، فنحن لا نقاوم في هذه الحالات جنون الإعجاب بقاتلنا. ورغم ذلك أبديت لك دهجتي، قلت كنت أعتقد أن الرواية طريقة الكاتب في أن يعيش مرة ثانية قصة أحبها، وطريقة في منح الخلود لمن أحب. وكأن كلامي فاجأك فقلت وكأنك تكتشفين شيئا لم تحسبي له حسابا،
وربما كان هذا صحيحا أيضا، فنحن في النهاية لا نقتل سوى من أحببنا ونمنحهم تعويضا عن ذلك خلودا أدبيا، إنها صفقة عادلة، أليس كذلك؟ عادلة؟ من يناقش الطغاة في عدلهم أو ظلمهم؟ ومن يناقش نيرون يوم أحرق روما حبا لها وعشقا لشهوة اللهب؟ وأنت، أما كنت مثله امرأة تحترف العشق والحرائق بالتساوي؟ أكنت لحظتها تتنبئين بنهاية القريبة وتواسيني مسبقا على فجيعتي؟ أم كنت تتلاعبين بالكلمات كعادتك وتتفرجين على وقعها علي وتسعدين سرا باندهاش الدائم أمامك وانبهاري بقدرتك المذهلة على خلق لغة على قياس تناقضك؟ كل الاحتمالات كانت ممكنة، فربما كنت أنا ضحية روايتك هذه والجثة التي حكمت عليها بالخلود وقررت أن تحنطيها بالكلمات كالعادة، وربما كنت ضحية وهمي فقط ومراوغتك التي تشبه الصدق. فوحدك تعرفين في النهاية الجواب على كل تلك الأسئلة التي ظلت تطاردني بعناد الذي يبحث عن الحقيقة دون جدوى. متى كتبت ذلك الكتاب؟ قبل زواجك أم بعده؟ قبل رحيل زياد أم بعده؟ كتبته عني أم كتبته عنه؟ كتبته لتقتليني به أم لتحييه هو؟ أم لتنتهي منا معا وتقتلينا معا بكتاب واحد كما تركتنا معا من أجل رجل واحد؟ بعدها قرأت ذلك الخبر منذ شهرين، لم أتوقع إطلاقا أن تعودي فجأة بذلك الحضور الملح ليصبح كتابك محور تفكيري ودائرة مغلقا أدور فيها وحدي. فلا كان ممكنا يومها بعد كل الذي حدث أن أذهب للبحث عنه في المكتبات لأشتري قصتي من بائع مقابل ورقة نقدية، ولا كان ممكنا أيضا أن أتجاهله وأواصل حياتي وكأنني لم أسمع به وكأن أمره لا يعنيني تماما. ألم أكن متحرقا إلى قراءة بقية القصة؟ قصتك التي انتهت في غفلة مني دون أن أعرف فصولها الأخيرة، تلك التي كنت شاهدها الغائب بعدما كنت شاهدها الأول، أنا الذي كنت حسب قانون الحماقات نفسه الشاهد والشهيد دائما في قصة لم يكن فيها من مكان سوى لبطل واحد. ها هو ذا كتابك أمامي، لم يعد بإمكاني اليوم أن أقرأه، وتركته هنا على طاولتي مغلقا كلغز يتربص بي كقنبلة موقوتة، أستعين بحضوره الصامت لتفجير منجم الكلمات داخلي واستفزاز الذاكرة. كل شيء فيه يستفزني اليوم، عنوانه الذي اخترته بمراوغة واضحة، وابتسامتك التي تتجاهل حزني، ونظرتك المحايدة التي تعاملني كأنني قارئ لا يعرف الكثير عنك. كل شيء، حتى اسمك، ربما كان اسمك الأكثر استفزازا لي، فهو ما يزال يقفز إلى الذاكرة قبل أن تقفز حروفه المميزة إلى العين. اسمك الذي لا يقرأ وإنما يسمع كموسيقى تعزف على آلة واحدة من أجل مستمع واحد، كيف يمكن لي أن أقرأه بحياد وهو فصل من قصة مدهشة كتبتها الصدفة وكتبها قدرنا الذي تقاطع يوما؟ يقول تعليق على ظهر كتابك إنه حدث أدبي، وأقول وأنا أضع عليه حزمة من الأوراق التي سودتها في لحظة هذيان، حان لك أن تكتب أو تصمت إلى الأبد أيها الرجل. فما أعجب ما يحدث هذه الأيام، وفجأة يحسم البرد الموقف ويزحف ليل قسنطينة نحوي من نافذة للوحشة، فأعيد للقلم غطاءه وأنزلق بدوري تحت غطاء الوحدة، مذ أدركت أن لكل مدينة الليل الذي تستحق، الليل الذي يشبهها والذي وحده يفتحها ويعري في العتمة ما تخفيه في النهار. قررت أن أتحاشى النظر ليلا من هذه النافذة. كل المدن تمارس التعري ليلا دون علمها، وتفضح للغرباء أسرارها حتى عندما لا تقول شيئا، وحتى عندما توصد أبوابها. ولأن المدن كالنساء، يحدث لبعضهن أن يجعلنا نستعجل قدوم الصباح، ولكن سواغ 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 كدو سواغ بور أن سول متا. كيف تذكرت هذا البيت للشاعر هنري ميشو ورحت أردده على نفسي بأكثر من لغة؟ أمسيات أمسيات، كم من مساء لصباح واحد.
كيف تذكرته؟ ومتى تراني حفظته؟ تراني كنت أتوقع منذ سنين أمسيات بائسة كهذه لن يكون لها سوى صباح واحد. أنقب بعض الشيء في ذاكرتي عن القصيدة التي أخذ منها هذا البيت، وإذا بعنوانها الشيخوخة، فيخيفني اكتشافي فجأة وكأنني أكتشف معه ملامح وجهي الجديدة. فهل تزحف الشيخوخة هكذا نحونا حقا بليل طويل واحد وبعتمة داخلية تجعلنا نتمهل في كل شيء ونسير ببطء دون اتجاه محدد؟ أيكون الليل والضياع والرتابة جزءا من مواصفات الشيخوخة أم من مواصفات هذه المدينة؟ تراني أنا الذي أدخل الشيخوخة، أم ترى الوطن بأكمله هو الذي يدخل اليوم سن اليأس الجماعي؟ أليس هو الذي يملك هذه القدرة الخارقة على جعلنا نكبر ونهرم في بضعة أشهر وأحيانا في بضعة أسابيع فقط؟ قبل اليوم لم أكن أشعر بثقل السنين، كان حبك شبابي، وكان مرسمي طاقة الشمسية التي لا تنضب، وكانت باريس مدينة أنيقة يخجل الواحد أن يهمل مظهره في حضرتها، ولكنهم تعرضوني حتى مربع غربتي وأطفأ شعلة جنوني وجاءوا بي حتى هنا. الآن نحن نقف جميعا على بركان الوطن الذي ينفجر، ولم يعد في وسعنا إلا أن نتوحد من الجمر المتطاير من فوهته وننسى نارنا الصغيرة. اليوم لا شيء يستحق كل تلك الأناقة واللياقة. الوطن نفسه أصبح لا يخجل أن يبدو أمامنا في وضع غير لائق. لا أصعب من أن تبدأ الكتابة في العمر الذي يكون فيه الآخرون قد انتهوا من قول كل شيء. الكتابة ما بعد 50 لأول مرة شيء شهواني وجنوني شبيه بعودة المراهقة، شيء مثير وأحمق شبيه بعلاقة حب بين رجل في سن اليأس وريشة حبر بكر. الأول مرتبك وعلى عجل، والثانية عذراء لا يرويها حبر العالم. سأعتبر إذن ما كتبته حتى الآن مجرد استعداد للكتابة فقط، وفائض شهوة لهذه الأوراق التي حلمت منذ سنين بملئها. ربما غدا أبدأ الكتابة حقا. أحب دائما أن ترتبط الأشياء الهامة في حياتي بتاريخ ما يكون غمزة لذاكرة أخرى. أغرتني هذه الفكرة من جديد وأنا أستمع إلى الأخبار هذا المساء، وأكتشف أن الذي فقدت علاقاتي بالزمن أن غدا سيكون أول نوفمبر. فهل يمكن لي ألا أختار تاريخا كهذا ليبدأ به هذا الكتاب؟ غدا ستكون قد مرت 34 سنة على انطلاق الرصاصة الأولى لحرب التحرير، ويكون قد مر على وجودي هنا 3 أسابيع ومثل ذلك من الزمن على سقوط آخر دفعة من الشهداء. كان أحدهم ذلك الذي حضرت لأشيعه بنفسي وأدفنه هنا. بين أول رصاصة وآخر رصاصة تغيرت الصدور، تغيرت الأهداف، وتغير الوطن. ولذا سيكون الغد يوما للحزن مدفوع الأجر مسبقا. لن يكون هناك من استعراض عسكري، ولا من استقبالات، ولا من تبادل تهاني رسمية. سيكتفون بتبادل التهم، ونكتفي بزيارة المقابر. غدا لن أزور ذلك القبر، لا أريد أن أتقاسم حزني مع الوطن، أفضل تواطؤ الورق وكبرياء صمته. كل شيء يستفزني الليلة، وأشعر أنني قد أكتب أخيرا شيئا مدهشا لن أمزقه كالعادة. فما أوجع هذه الصدفة التي تعود بي بعد كل هذه السنوات إلى هنا للمكان نفسه، لأجد جثة من أحبهم في انتظاري بتوقيت الذاكرة الأولى. يستيقظ الماضي الليلة داخلي مربكا، يستدرجني إلى دهاليز الذاكرة، فأحاول أن أقاومه، ولكن هل يمكن لي أن أقاوم ذاكرتي هذا المساء؟ أغلق باب غرفتي وأشرع النافذة، أحاول أن أرى شيئا آخر غير نفسي، وإذا النافذة تطل علي. تمتد أمامي غابات الغار والبلوط، وتزحف نحوي قسنطينة ملتحفة ملاءتها القديمة، وكل تلك الأدغال والجروف والممرات السرية التي كنت يوما أعرفها، والتي كانت تحيط بهذه المدينة كحزام أمان، فتوصلك مسالكها المشعبة وغاباتها الكثيفة إلى القواعد السرية للمجاهدين، وكأنها تشرح لك شجرة بعد شجرة.
ومغارة بعد أخرى. إن كل الطرق في هذه المدينة العربية العريقة تؤدي إلى الصمود، وإن كل الغابات والصخور هنا قد سبقتك في الانخراط إلى صفوف الثورة. هناك مدن لا تختار قدرها، فقد حكم عليها التاريخ كما حكمت عليها الجغرافيا ألا تستسلم، ولذا لا يملك أبناؤها الخيار دائما. فهل عجب أن أشبه هذه المدينة حد التطرف؟ ذات يوم منذ أكثر من 30 سنة سلكت هذه الطرق، واخترت أن تكون تلك الجبال بيتي ومدرستي السرية التي يتعلم فيها المادة الوحيدة الممنوعة من التدريس، وكنت أدري أنه ليس من بين خريجيها من دفعة ثالثة، وأن قدري سيكون مختصرا بين المساحة الفاصلة بين الحرية والموت، ذلك الموت الذي اخترنا له اسما آخر أكثر إغراء لنذهب إليه دون خوف وربما بشهوة سرية، وكأننا نذهب لشيء آخر غير حتفنا. لماذا نسينا يومها أن نطلق على الحرية أيضا أكثر من اسم؟ وكيف اختصرنا منذ البدء حريتنا في مفهومها الأول؟ كان الموت يومها يمشي إلى جوارنا وينام ويأخذ كسرته معنا على عجل، تماما مثل الشوق والصبر والإيمان والسعادة المبهمة التي لا تفارقنا. كان الموت يمشي ويتنفس معنا، وكانت الأيام تعود قاسية دائما لا تختلف عما سبقتها سوى بعدد شهدائها الذين لم يكن يتوقع أحد موتهم على الغالب، أو لم يكن يتصور لسبب أو لآخر أن تكون نهايتهم هم بالذات قريبة إلى ذلك الحد ومفجعة إلى ذلك الحد. وكان ذلك منطق الموت الذي لم أكن قد أدركته بعد. ما زلت أذكرهم، أولئك الذين تعودنا بعد ذلك أن نتحدث عنهم بالجملة، وكأن الجمع في هذه الحالة بالذات ليس اختصارا للذاكرة وإنما لحقهم علينا. لم يكونوا شهداء، كان كل واحد منهم شهيدا على حدة. كان هناك من استشهد في أول معركة وكأنه جاء خصيصا للشهادة، وهناك من سقط قبل زيارته المسروقة إلى أهله بيوم واحد بعدما قضى عدة أسابيع في دراسة تفاصيلها والإعداد لها، وهناك من تزوج وعاد ليموت متزوجا، وهناك من كان يحلم أن يعود يوما لكي يتزوج ولم يعد. في الحروب ليس الذين يموتون هم التعساء دائما، إن الأتعس هم أولئك الذين يتركونهم خلفهم ثكالى يتامى ومعطوبي أحلام. اكتشفت هذه الحقيقة باكرا، شهيدا بعد آخر وقصة بعد أخرى، واكتشفت في المناسبة نفسها أنني ربما كنت الوحيد الذي لم يترك خلفه سوى قبر طري لأم ماتت مرضا وقهرا، وأخ فريد يصغرني بسنوات، وأب مشغول بمطالب عروسه الصغيرة. لقد كان ذلك المثل الشعبي على حق، إن الذي مات أبوه لم يتيتم، وحده الذي ماتت أمه يتيم. وكنت يتيما، وكنت أعي ذلك بعمق في كل لحظة، فالجوع إلى الحنان شعور مخيف وموجع يظل ينحر فيك من الداخل ويلازمك حتى يأتي عليك بطريقة أو بأخرى. أكان التحاقي بالجبهة آنذاك محاولة غير معلنة للبحث عن موت أجمل خارج تلك الأحاسيس المرضية التي كانت تملأني تدريجيا حقدا على كل شيء؟ كانت الثورة تدخل عامها الثاني ويتمي يدخل شهره الثالث، ولم أعد أذكر الآن بالتحديد في أي لحظة بالذات أخذ الوطن ملامح الأمومة وأعطاني ما لم أتوقعه من الحنان الغامض والانتماء المتطرف له. وربما كان الاختفاء ستار في حينا بسيدي المبروك منذ بضعة أشهر دور في حسم القضية واستعجالي في أخذ ذلك القرار المفاجئ. فلم يكن يخفى على أحد أنه انتقل إلى مكان سري في الجبال المحيطة بقسنطينة ليؤسس في ذلك مع الآخرين إحدى الخلايا الأولى للكفاح المسلح. من أين عاد اسم الستار الليلة ليزيد من ارتباكي؟ ومن منكم استدرجني للآخر؟ من أين عاد؟ وهل غاب حقا؟ وعلى بعد شارعين مني شارع ما زال يحمل اسمه؟ هناك شيء اسمه سلطة الاسم، وهناك أسماء عندما تذكرها تكاد تصلح من جلستك وتطفئ سجارتك،
تكاد تتحدث عنها وكأنك تتحدث إليها بنفس تلك الهيبة، وذلك الانبهار الأول. ولذا ظل الاسم ستاهر هيبته عندي، لم تقتله العادة ولا المعاشرة، ولم تحوله تجربة السجن المشترك ولا سنوات النضال إلى اسم عادي لصديق أو لجار. فالرموز تعرف دائما كيف تحيط نفسها بذلك الحاجز اللامرئي الذي يفصل بين العادي والاستثنائي والممكن والمستحيل في كل شيء. ها أنا أذكره في ليلة لم أحجزها له، وبينما أسحب نفسا من سجارة أخيرة يرتفع صوت المآذن معلنا صلاة الفجر، ومن غرفة بعيدة يأتي بكاء طفل أيقظ صوته أنحاء كل البيت. فأحسد المآذن وأحسد الأطفال الرضع لأنهم يملكون وحدهم حق الصراخ والقدرة عليه قبل أن تروض الحياة حبالهم الصوتية وتعلمهم الصمت. لا أذكر من قال يقضي الإنسان سنواته الأولى في تعلم النطق، وتقضي الأنظمة العربية بقية عمره في تعليمه الصمت. وكان يمكن للصمت أن يصبح نعمة في هذه الليلة بالذات تماما كالنسيان. فالذاكرة في مناسبات كهذه لا تأتي بالتقسيط، وإنما تهجم عليك شلالا يجرفك إلى حيث لا تدري من المنحدرات. وكيف لك لحظتها أن توقفها دون أن تصطدم بالصخور وتتحطم في زلة ذكرى، وأنت ذا تلهث خلفها لتلحق بماض لم تغادره في الواقع وبذاكرة تسكنها لأنها جسدك، جسدك المشوه لا غير. وتدري أن هناك من يلهثون الآن من منبر إلى آخر بحجة أو بأخرى ليدينوا تاريخا كانوا طرفا فيه، عساهم يلحقون بالموجة الجديدة قبل أن يجرفهم الطوفان، فلا تملك إلا أن تشفق عليهم. ما أتعس أن يعيش الإنسان بثياب مبللة خارجا لتوه من مستنقع، وألا يصمت قليلا في انتظار أن تجف. صامتا يأتي ستاهر الليلة، صامتا كما يأتي الشهداء، صامتا كعادته، وأنت ذا مرتبك أمامه كعادتك. لقد كانت دائما الخمس عشرة سنة التي تفصلكما أكبر من عمر السنوات، كانت عمرا بحد ذاتها ورمزا بحد ذاتها لرجل كان يجمع إلى جانب الفصاحة التي كان يتميز بها كل من اختلط بجمعية العلماء ودرس في قسنطينة فصاحة أخرى هي فصاحة الحضور. كان الستار يعرف متى يبتسم ومتى يغضب، ويعرف كيف يتكلم، ويعرف أيضا كيف يصمت. وكانت الهيبة لا تفارق وجهه، ولا تلك الابتسامة الغامضة التي كانت تعطي تفسيرا مختلفا لملامحه كل مرة. إن الابتسامات فواصل ونقاط انقطاع، وقليل من الناس أولئك الذين ما زالوا يتقنون وضع الفواصل والنقط في كلامهم. في سجن الكودية كان موعد النضالي الأول مع ستاهر، كان موعدا مشحونا بالأحاسيس المتطرفة وبدهشة الاعتقال الأول بعنفوانه وبخوفه. وكان الستاهر الذي استدرجني إلى الثورة يوما بعد آخر يدري أنه مسؤول عن وجودي يومها هناك، وربما كان يشفق سرا على سنوات الست عشرة، على طفولة المبطورة، وعلى أما التي كان يعرفها جيدا ويعرف ما يمكن أن تفعله بها تجربة اعتقال الأول. ولكنه كان يخفي عني كل شفقته تلك، مرددا لمن يريد سماعه لقد خلقت السجون للرجال. وكان سجن الكودية وقتها ككل سجون الشرق الجزائري يعاني فجأة من فائض رجولة إثر مظاهرات 8 ماي 1945 التي قدمت فيها قسنطينة وسطيف وضواحيهما أول عربون للثورة، متمثلا في دفعة أولى من عدة آلاف من الشهداء سقطوا في مظاهرة واحدة، وعشرات الآلاف من المساجين الذين ضاقت بهم الزنزانات، مما جعل الفرنسيين يرتكبون أكبر حماقاتهم وهم يجمعون لعدة أشهر بين السجناء السياسيين وسجناء الحق العام في زنزانات يجاوز أحيانا عدد نزلائها 20 معتقلا. وهكذا جعلوا عدوى الثورة تنتقل إلى مساجين الحق العام الذين وجدوا فرصة للوعي السياسي ولغسل شرفهم بالانضمام إلى الثورة التي استشهد بعد ذلك من أجلها الكثير منهم.
وما زال بعضهم حتى الآن على قيد الحياة يعيش بتكريم ووجاهة القادة التاريخيين لحرب التحرير بعدما تكفل التاريخ بإعادة سجل سوابقهم العدلية لعذريته الأولى، بينما وجد بعض السجناء السياسيين في تلك الحماقة الاستعمارية فرصة للتعرف على بعض ووقتا كافيا للتشاور والتفكير في أمور الوطن والتخطيط للمرحلة القادمة. اليوم عندما أذكر تلك التجربة تبدو لي لكثافتها ودهشتها وكأنها أطول مما كانت، رغم أنها لم تدم بالنسبة لي سوى 6 أشهر فقط، قضيتها هناك قبل أن يطلق سراحي أنا واثنين آخرين لصغر سننا، ولأنه كان هناك من يهمهم أمرهم أكثر منا. وهكذا عدت إلى ثانوية قسنطينة بعدما أخلفت عاما دراسيا لأجد البرنامج نفسه وكتب الفلسفة نفسها والأدب الفرنسي في انتظاري. وحدهم بعض رفاق الدراسة كانوا ما يزالون ضمن المتغيبين بين مساجين وشهداء. أغلبهم طلب في الصفوف العليا التي كان مقررا أن تتخرج منها أول دفعة من المثقفين والموظفين الجزائريين المفرنسين، وكان ذلك شرفهم، أولئك الذين راهن البعض على خيانتهم فقط لأنهم اختاروا الثانويات والثقافة الفرنسية في مدينة لا يمكن لأحد فيها أن يتجاهل سلطة اللغة العربية وهيبتها في القلوب والذاكرة. فهل عجب أن يكون بين الذين سجنوا وعذبوا بعد تلك المظاهرات الكثير منهم هم الذين كانوا بحكم ثقافتهم الغربية يتمتعون بوعي سياسي مبكر وبفائض وطنية وفائض أحلام، والذين أدركوا والحرب العالمية تنتهي لصالح فرنسا والحلفاء أن فرنسا استعملت الجزائريين ليخوضوا حربا لم تكن حربهم، وأنهم دفعوا آلاف الموتى في معارك لا تعنيهم ليعودوا بعد ذلك إلى عبوديتهم. كان في مصادفة وجودي مع الستار في الزنزانة نفسها شيء أسطوري بحد ذاته، وتجربة نضالية ظلت تلاحقني لسنوات بكل تفاصيلها، وربما كان لها بعد ذلك أثر في تغير قدري. فهناك رجال عندما تلتقي بهم تكون قد التقيت بقدرك. كان الستار استثنائيا في كل شيء، وكأنه كان يعد نفسه منذ البدء ليكون أكثر من رجل. لقد خلق ليكون قائدا، كان فيه شيء من سلالة طارق بن زياد والأمير عبد القادر وأولئك الذين يمكنهم أن يغيروا التاريخ بخطة واحدة، وكان الفرنسيون الذين عذبوه وسجنوه لمدة 3 سنوات يعرفون ذلك جيدا، ولكنهم كانوا يجهلون أن الستار سيأخذ بثأره منهم بعد ذلك بسنوات ويصبح الرأس المطلوب بعد كل عملية يقوم بها المجاهدون في الشرق الجزائري. أي صدفة أن يعود القدر بعد 10 سنوات تماما ليضعني مع الستار في تجربة كفاحية مسلحة هذه المرة. سنة 1955، وفي شهر أيلول بالذات التحقت بالجبهة. كان رفاقي يبدأون سنة دراسية ستكون الحماسة، وكنت في عام 25 أبدأ حياتي الأخرى. أذكر أن استقبال الستار لي فاجأني وقتها، لم يسألني عن أي تفاصيل خاصة عن حياتي أو دراستي، لم يسألني حتى كيف أخذت قرار التحاقي بالجبهة ولا أي طريق سلكت لأصل إليه. ظل يتأملني قبل أن يحتضنني بشوق وكأنه كان ينتظرني هناك منذ سنة، ثم قال: جئت. وأجبته بفرح وبحزن غامض معا: جئت. كان الستار هكذا أحيانا يكون موجزا حتى في فرحته، فكنت موجزا معه في حزني أيضا. سألني بعدها عن أخبار الأهل وأخباري أما بالتحديد، فأجبته أنها توفيت منذ 3 أشهر، وأعتقد أنه فهم كل شيء، فقد قال وهو يربت على كتفي وشيء شبيه بالدمع يلمع في عينيه: رحمها الله، لقد تعذبت كثيرا. ثم ذهب في تفكيره بعيدا إلى حيث لا أدري. بعدها حسدت تلك الدمعة المفاجئة في عينيه والتي رفع بها أمي إلى مرتبة الشهداء، فلم يحدث لي أن رأيت الستار يبكي سوى الشهداء من رجاله،
وتمنيت طويلا بعد ذلك أن أمدد جثمانا بين يديه ليتمتع ولو بعد موتي بدمعة مكابرة في عينيه. ألكل هذا تقلصت عائلتي فجأة في شخصه؟ رحت أتفانى في إثبات بطولتي له، وكأنني أريد أن أجعله شاهدا على رجولتي أو على موتي، شاهدا على أنني لم أعد أنتسب إلى أحد غير هذا الوطن، وأنني لم أترك خلفي سوى قبر لامرأة كانت أمي، وأخ يصغرني اختار له أبي مسبقا امرأة ستصبح أمه. كنت ألقي بنفسي على الموت في كل مرة، وكأنني أتحداه أو كأنني أريد بذلك أن يأخذني بدل رفاقي الذين تركوا خلفهم أولادهم وأهلهم ينتظرون عودتهم. وكنت كل مرة أعود أنا ويسقط آخرون، وكأن الموت قرر أن يرفضني. وكان الستار بعد أكثر من معركة ناجحة اشتركت فيها قد بدأ تدريجيا يعتمد علي في المهمات الصعبة ويكلفني بالمهمات الأكثر خطورة، تلك التي تتطلب مواجهة مباشرة مع العدو، ورفعني بعد سنتين إلى رتبة ملازم لأتمكن من إدارة بعض المعارك وحدي وأخذ القرارات العسكرية التي يقتضيها كل ظرف. بدأت وقتها فقط أتحول على يد الثورة إلى رجل، وكأن الرتبة التي كنت أحملها قد منحتني شهادة بالشفاء من ذاكرتي وطفولتي. وكنت آنذاك سعيدا وقد بلغت أخيرا تلك الطمأنينة النفسية التي لا تمنحنا إياها سوى راحة الضمير. لم أكن أعي وقتها أن طموحاتي لا علاقة لها بالمكتوب، وأن القدر كان يتربص بي في ذلك الوقت الذي كنت أعتقد فيه أن لا شيء بعد اليوم يمكن أن يعيدني إلى حزن السابق. وجاءت تلك المعركة الضارية التي دارت على مشارف بطنة لتقلب يوما كل شيء، فقد فقدنا فيها 6 مجاهدين، وكنت فيها أنا من عداد الجرحى بعدما اخترقت ذراعي اليسرى رصاصتان، وإذا بمجرى حياتي يتغير فجأة، وأنا أجد نفسي من ضمن الجرحى الذين يجب أن ينقلوا على وجه السرعة إلى الحدود التونسية للعلاج. ولم يكن العلاج بالنسبة لي سوى بتر الذراع اليسرى لاستحالة استئصال الرصاصتين، ولم يكن هناك من مجال للنقاش أو التردد، كان النقاش فقط حول الطرق الآمنة التي يمكن أن نسلكها حتى تونس، حيث كانت القواعد الخلفية للمجاهدين. وها أنا ذا أمام واقع آخر، ها هو ذا القدر يطردني من ملجأي الوحيد من الحياة والمعارك الليلية، ويخرجني من السرية إلى الضوء ليضعني أمام ساحة أخرى ليست للموت وليست للحياة، ساحة للألم فقط وشرفة أتفرج منها على ما يحدث في ساحة القتال. فلقد بدا واضحا من كلام ستاهر يومها أنني قد لا أعود إلى الجبهة مرة ثانية. في ذلك اليوم الأخير حاول ستاهر أن يحافظ على نبرته الطبيعية، وراح يودعني كما كان يودعني كل مرة قبل معركة جديدة، ولكن هذه المرة كان يدري أنه يعدني لتحمل معركتي مع القدر، غير أنه كان موجزا على غير عادته، ربما لأنه ليس هناك تعليمات خاصة تعطى في هذه اللحظات، وربما لأنه كان يتكبد يومها أكبر خسارة بشرية ويفقد في معركة واحدة 10 من خيرة رجاله بين جرحى وقتلى، وكان يدري والثورة مطوقة من كل جانب قيمة كل مجاهد وحاجة الثورة إلى كل رجل على حدة. ولم أقل له شيئا ذلك اليوم، كنت أشعر لسبب غامض أنني أصبحت يتيما مرة أخرى، كانت دمعتان قد تجمدتا في عيني، كنت أنزف، وكان ألم ذراعي ينتقل تدريجيا إلى جسدي كله ويستقر في حلقي غصة الخيبة والألم والخوف من المجهول. كانت الأحداث تجري مسرعة أمامي، وقدري يأخذ منحا جديدا بين ساعة وأخرى، ووحده صوت ستاهر وهو يعطي تعليماته الأخيرة كان يصل إلي حيث كان ليصبح صلتي الوحيدة مع العالم. وبرغم ذلك ما زلت أذكر تماما حضوره الأخير عندما جاء يتفقدني قبل سفري بساعة، ووضع ورقة صغيرة في جيبي وبعض الأوراق النقدية، وقال وهو ينحني علي وكأنه يودعني سرا: لقد وضعت في جيبك عنوان العائلة في تونس وشيئا من الدراهم.
ثم تمتم: لقد قدر لك أن تصل إلى هناك، أتمنى أن تذهب لزيارتهم حين تشفى وتسلم هذا المبلغ إلى أما لتشتري به هدية للصغيرة، وأود أيضا أن تقوم بتسجيلها في دار البلدية لو استطعت ذلك، فقد يمر وقت طويل قبل أن أتمكن من زيارتهم. وعاد بعد لحظات وكأنه نسي شيئا ليضيف شبه مرتبك وهو يلفظ ذلك الاسم لأول مرة: لقد اخترت لها هذا الاسم، سجلها متى استطعت ذلك وقبلها عني وسلم كثيرا على أما. كانت تلك أول مرة سمعت فيها اسمك، سمعته وأنا في لحظة نزيف بين الموت والحياة، فتعلقت في غيبوبتي بحروفه كما يتعلق محموم في لحظة هذيان بكلمة، كما يتعلق رسول بوصية يخاف أن تضيع منه، كما يتعلق غريق بحبال الحلم. بين ألف الألم وميم المتعة كان اسمك، تشطره حاء الحرقة ولام التحذير، فكيف لم أحذر اسمك الذي ولد وسط الحرائق الأولى شعلة صغيرة في تلك الحرب؟ كيف لم أحذر اسما يحمل ضده ويبدأ بأح الألم واللذة معا؟ كيف لم أحذر هذا الاسم المفرد الجمع كاسم هذا الوطن؟ وأدرك منذ البدء أن الجمع خلق دائما ليقتسم. بين الابتسام والحزن يحدث اليوم أن أستعيد تلك الوصية: قبلها عني، وأضحك من القدر، وأضحك من نفسي ومن غرابة المصادفات، ثم أعود وأخجل من وقار صوته ومن مسحة الضعف النادرة التي غلفت جملته تلك. هو الذي كان يريد أن يبدو أمامنا دائما رجلا مهيبا لا هموم له سوى هموم الوطن ولا أهل له غير رجاله. لقد اعترف لي أنه رجل ضعيف يحن ويشتاق وقد يبكي، ولكن في حدود الحياء وسرا دائما، فليس من حق الرموز أن تبكي شوقا. إنه لم يذكر أمك مثلا، تراه لم يحن إليها، هي العروس التي لم يتمتع بها غير أشهر مسروقة من العمر وتركها حاملا. ولماذا هذا الاستعجال المفاجئ؟ لماذا لا ينتظر بعض الوقت ليرتب قضية غيابه لأيام ويقوم هو نفسه بتسجيلك؟ لقد انتظر 6 أشهر، فلماذا لا ينتظر أسابيع أخرى؟ ولماذا أنا بالذات؟ أي قدر جعلني أحضر إلى هناك بتوقيتك؟ كلما طرحت على نفسي هذا السؤال دهشت له وآمنت بالمكتوب، فقد كان بإمكان الطاهر برغم مسؤولياته أن يهرب ليوم أو ليومين إلى تونس، ولم تكن قضية عبور الحدود بحراستها المشددة ودورياتها وكمائنها لتخيفه، ولا حتى اجتياز خط موريس المكهرب والمفروش بالألغام والممتدة بين الحدود التونسية الجزائرية من البحر إلى الصحراء، والذي اجتازه فيما بعد 3 مرات، وهو رقم قياسي بالنسبة لعشرات المجاهدين الذين تركوا جثثهم على امتداده. أكان حب الطاهر للانضباط واحترامه للقوانين هو الذي خلق عنده ذلك الشعور بالقلق بعد ميلادك، وهو يكتشف عاجزا أنه أب منذ شهور لطفلة لم يمنحها اسما ولم يتمكن حتى من تسجيلها؟ أم كان يخاف هو الذي انتظرك طويلا أن تضيعي منه إن هو لم يرسخ وجودك وانتسابك له على ورقة رسمية عليها ختم رسمي؟ أكان يتشائم من وضعك القانوني هذا ويريد أن يسجل أحلامه في دار البلدية ليتأكد من أنها تحولت إلى حقيقة وأن القدر لن يعود ليأخذها منه؟ هو الذي كان حلمه في النهاية أن يصبح أبا كالآخرين بعد محاولة زواج فاشلة لم يرزق منها ذرية. ولا أدري إذا كان الطاهر في أعماقه يفضل لو كان مولوده صبيا، أدري فقط كما علمت فيما بعد أنه حاول أن يتحايل على القدر وأن يترك قبل سفره اسما احتياطيا لصبي، متجاهلا احتمال مجيء أنثى، وربما فعل ذلك أيضا بعقلية عسكرية وبهاجس وطني دون أن يدري. فقد كانت أحاديثه وخططه العسكرية تبدأ غالبا بتلك الجملة التي كثيرا ما سمعته يرددها: لازمنا رجال يا جماعة. إذن
لهذا كان الستار يبدو سعيدا ومتفائلا في كل شيء في تلك الفترة. فجأة تغير الرجل الصلب، أصبح أكثر مرونة وأكثر دعابة في أوقات فراغه، شيء ما كان يتغير تدريجيا داخله ويجعله أقرب إلى الآخرين وأكثر تفهما لأوضاعهم الخاصة. فقد أصبح يمنح البعض بسهولة أكثر تسريحات لزيارة خاطفة يقومون بها إلى أهلهم، هو الذي كان يبخل بها على نفسه. لقد غيرته الأبوة المتأخرة التي جاءت رمزا جاهزا لمستقبل أجمل، معجزة صغيرة للأمل، كانت أنت. طلع صباح آخر، وها هو ذا النهار يفاجئني بضجيجه الاعتيادي وبضوئه المباغت الذي يدخل النور إلى أعماقي غصبا عني، فأشعر أنه يختلس شيئا مني. في هذه اللحظة أكره هذا الجانب الفضولي والمحرج للشمس. أريد أن أكتب عنك في العتمة، قصتي معك شريط مصور أخاف أن يحرقه الضوء ويلغيه، لأنك امرأة نبتت في دهاليزي السرية، لأنك امرأة امتلكتها بشرعية السرية. لابد أن أكتب عنك بعد أن أسدل كل الستائر وأغلق نوافذ غرفتي. ورغم ذلك يسعدني في هذه اللحظة منظر الأوراق المكدسة أمامي، والتي ملأتها البارحة في ليلة نذرتها للجنون، فقد أهديها لك مغلفة بصورة مهذبة في كتاب. وأدري أنك تكرهين الأشياء المهذبة جدا، وأنك أنانية جدا، وأن لا شيء يعنيك في النهاية خارج حدودك أنت وجسدك أنت، ولكن قليلا من الصبر سيدتي. صفحات أخرى فقط قد أعري أمامك ذاكرتي الأخرى، صفحات أخرى لا بد منها قبل أن أملأك غرورا وشهوة وندما وجنونا. فالكتب كوجبات الحب لا بد لها من مقدمات أيضا، وإن كنت أعترف أن المقدمات ليست مشكلتي الآن بقدر ما يربكني البحث عن منطلق لهذه القصة. من أين أبدأ قصتي معك؟ ولقصتك معي عدة بدايات تبدأ مع النهايات غير المتوقعة ومع مقالب القدر. وعندما أتحدث عنك، عمن تراني أتحدث؟ عن طفلة كانت تحبو يوما عند قدمي، أم عن صبية قلبت بعد 25 سنة حياتي؟ أم عن امرأة تكاد تشبهك أتأملها على غلاف كتاب أنيق عنوانه منعطف النسيان، وأتساءل أتراها حقا أنت؟ وعندما أسميك فبأي اسم؟ ترى أدعوك بذلك الاسم الذي أراده والدك؟ وذهبت بنفسي ليسجله نيابة عنه في سجلات البلدية، أم باسمك الأول، ذلك الذي حملته خلال 6 أشهر في انتظار اسم شرعي آخر؟ حياة، سأدعوك هكذا. ليس هذا اسمك على كل حال، إنه أحد أسمائك فقط، فلو سمينك به إذن ما دام هذا الاسم الذي عرفتك به والاسم الذي أنفرد بمعرفته. اسمك غير المتداول على الألسنة وغير المسجل على صفحات الكتب والمجلات ولا في أي سجلات رسمية. الاسم الذي منحته لتعيشي وليمنحك الله الحياة، والذي قتلته أنا ذات يوم، وأنا أمنحك اسما رسميا آخر، ومن حقي أن أحييه اليوم لأنه لي ولم ينادك رجل قبلي به. اسمك الطفولي الذي يحبو على لساني وكأنك أنت منذ 25 سنة، وكلما لفظته عدت طفلة تجلس على ركبتي وتعبث بأشيائي وتقول لي كلاما لا أفهمه، فأغفر لك لحظتها كل خطاياك. كلما لفظته تدحرجت إلى الماضي وعدت صغيرة في حجم دمية، وإذا بك ابنتي. هل أقرأ كتابك لأعرف كيف تحولت تلك الطفلة الصغيرة إلى امرأة؟ ولكنني أعرف مسبقا أنك لن تكتبي عن طفولتك ولا عن سنواتك الأولى. أنت تملئين ثقوب الذاكرة الفارغة بالكلمات فقط، وتتجاوزين الجراح والكذب، وربما كان هذا سر تعلقك بي. أنا الذي أعرف الحلقة المفقودة من عمرك، وأعرف ذلك الأب الذي لم تريه سوى مرات قليلة في حياتك.
وتلك المدينة التي كنت تسكنينها ولا تسكنك، وتعاملين أزقتها دون عشق، وتمشين وتجيئين على ذاكرتها دون انتباه. أنت التي تعلقت بي لتكتشفي ما تجهلينه، وأنا الذي تعلقت بك لأنسى ما كنت أعرفه. أكان ممكنا لحيينا أن يدوم؟ أكان ممكنا لحبنا أن يدوم؟ كان الستار طرفا ثالثا في قصتنا منذ البدء، حتى عندما لا نتحدث عنه كان بيننا حاضرا بغيابه. فهل أقتله مرة ثانية لأتفرد بك؟ آه، لو تدرين ما أثقل حمل الوصايا حتى بعد ربع قرن، وما أوجع الشهوة التي يواجهها أكثر من مستحيل وأكثر من مبدأ، فلا يزيدها في النهاية إلا اشتهاء. كان سؤال منذ البداية: كيف لي أن ألغي ستار من ذاكرتي وألغي عمره من عمري لأمنح حبنا فرصة ولادة طبيعية؟ ولكن ما الذي سيبقى وقتها لو أخرجتك من ذاكرتنا المشتركة وحولتك إلى فتاة عادية؟ كان والدك رفيقا فوق العادة وقائدا فوق العادة، كان استثنائيا في حياته وفي موته، فهل أنسى ذلك؟ لم يكن من المجاهدين الذين ركبوا الموجة الأخيرة ليضمنوا مستقبلهم، مجاهدي 62 وأبطال المعارك الأخيرة، ولا كان من شهداء المصادفة الذين فاجأهم الموت في قصف عشوائي أو في رصاصة خاطئة. كان من طينة ديدوش مراد، ومن عجينة العرب بن مهيدي ومصطفى بن بوبلعيد، الذين كانوا يذهبون إلى الموت ولا ينتظرون أن يأتيهم. فهل أنسى أنه والدك وسؤالك الدائم يعيد لاسمه هيبة حيا وشهيدا، فيرتبك القلب الذي حبك حد الجنون، ويبقى صدى سؤالك ماثلا: حدثني عنه. سأحدثك عنه حبيبتي، فلا أسهل من الحديث عن الشهداء. تاريخهم جاهز ومعروف مسبقا كخاتمتهم، ونهايتهم تغفر لهم ما يمكن أن يكونوا قد ارتكبوا من أخطاء. سأحدثك عن ستاهر، فوحده تاريخ الشهداء قابل للكتابة، وما تلاه تاريخ آخر يصادره الأحياء، وسيكتبه جيل لم يعرف الحقيقة ولكنه سيستنتجها تلقائيا، فهناك علامات لا تخطئ. مات ستاهر طاهرا على عتبات الاستقلال، لا شيء في يده غير سلاحه، لا شيء في جيوبه غير أوراق لا قيمة لها، لا شيء على أكتافه سوى وسام الشهادة. الرموز تحمل قيمتها في موتها، ووحدهم الذين ينوبون عنهم يحملون قيمتهم في رتبتهم وأوسمتهم الشرفية، وما ملأوا به جيوبهم على عجل من حسابات سرية. 6 ساعات من الحصار والتطويق ومن القصف المركز لدشرة بأكملها، ليتمكن قتلته من نشر صورته على صفحات جرائد الغد كدليل على انتصاراتهم الساحقة على أحد المخربين والفلاقة الذين أقسمت فرنسا أن تأتي عليهم. أكان حقا موت ذلك الرجل البسيط انتصارا لقوة عظمى كانت ستخسر بعد بضعة أشهر الجزائر بأكملها؟ استشهد هكذا في صيف 60 و900 ألف دون أن يتمتع بالنصر ولا بقصف ثماره. ها هو رجل أعطى الجزائر كل شيء، ولم تعطه حتى فرصة أن يرى ابنه يمشي إلى جواره، أو يراك أنت ربما طبيبة أو أستاذة كما كان يحلم. كم أحبك ذلك الرجل بجنون أبوة الأربعين، بحنان الذي كان يخفي خلف صرامته الكثير من الحنان، بأحلام الذي صدرت منه الأحلام، بزهو المجاهد الذي أدرك وهو يرى مولده الأول أنه لن يموت تماما بعد اليوم. ما زلت أذكر المرات القليلة التي كان يحضر فيها إلى تونس لزيارتكم خلسة ليوم واحد أو ليومين، وكنت وقتها أسرع إليه متلهفا لسماع آخر الأخبار وتطورات الأحداث على الجبهة، وأنا أجاهد نفسي في الوقت نفسه حتى لا أسرق منه تلك الساعات القليلة النادرة التي كان يغامر بحياته ليقضيها برفقة عائلته الصغيرة. كنت أندهش وقتها وأنا أكتشف فيه رجلا آخر لا أعرفه، رجل بثياب أخرى، بابتسامة وكلمات أخرى،
وبجلسة يسهل له فيها إجلاسك على ركبتيه طوال الوقت لملاعبتك. كان يعيش كل لحظة بأكملها، وكأنه يعتصر من الزمن الشحيح كل قطرات السعادة، وكأنه يسرق من العمر مسبقا ساعات يعرفها معدودة، ويمنحك مسبقا من الحنان زادك لعمر كامل. كانت آخر مرة رأيته فيها في يناير سنة 1960، وكان حضر ليشهد أهم حدث في حياته، ليتعرف على مولوده الثاني ناصر. فقد كانت أمنيته السرية أن يرزق يوما بذكر، يومها لسبب غامض تأملته كثيرا وحدثته قليلا، وفضلت أن أتركه لفرحته تلك ولسعادته المسروقة. وعندما عدت في الغد قيل لي إنه عاد إلى الجبهة على عجل، مؤكدا أنه سيعود قريبا لمدة أطول، ولم يعد. انتهى بعد ذلك كرم القدر البخيل، فقد استشهد الستار بعد بضعة أشهر دون أن يتمكن من رؤية ابنه مرة ثانية. كان ناصر آنذاك ينهي شهره الثامن، وأنت تدخلين عامك الخامس. وكان الوطن في صيف 1960 بركانا يموت ويولد كل يوم، وتتقاطع مع موته وميلاده أكثر من قصة، بعضها مؤلم وبعضها مدهش، وبعضها يأتي متأخرا كما جاءت قصة التي تقاطعت يومها معك، قصة فرعية كتبت مسبقا وحولت مسار حياتي بعد عمر بأكمله بحكم شيء قد يكون اسمه القدر وقد يكون العشق الجنوني، ذاك الذي يفاجئنا من حيث لا نتوقع، متجاهلا كل مبادئنا وقيمنا السابقة، والذي يأتي هكذا متأخرا في تلك اللحظة التي لا نعود ننتظر فيها شيئا، وإذا به يقلب فينا كل شيء. فهل يمكن لليوم بعدما قطعت بيننا الأيام جسور الكلام أن نقاوم هذه الرغبة الجنونية لكتابة هاتين القصتين معا كما عشتهما معك ودونك بعد ذلك بسنوات، رغبة وعشقا وحلما وحقدا وغيرة وخيبة وفجائع حد الموت؟ أنت التي كنت تحبين الاستماع إلي وتقلبينني كدفتر قديم للدهشة، كان لابد أن أكتب من أجلك هذا الكتاب لأقول لك ما لم أجد متسعا من العمر لأقوله. سأحدثك عن الذين أحبوك لأسباب مختلفة وخنتهم لأسباب مختلفة أخرى. سأحدثك حتى عن زياد، أما كنت تحبين الحديث عنه وتراوغين، لم يعد من ضرورة الآن للمراوغة، لقد اختار كل منا قدره. سأحدثك عن تلك المدينة التي كانت طرفا في حبنا والتي أصبحت بعد ذلك سببا في فراقنا وانتهى فيها مشهد خرابنا الجميل. فعما تراك ستتحدثين؟ عن أي رجل منا تراك كتبت؟ من منا أحببت ومن منا ستقتلين؟ ولمن تراك أخلصت؟ أنت الذي تستبدلين حبا بحب وذاكرة بأخرى ومستحيلا بمستحيل، وأين أنا في قائمة عشقك وضحاياك؟ تراني أشغل المكانة الأولى لأنني أقرب إلى النسخة الأولى، تراني النسخة المزورة للستار، تلك التي لم يحولها الاستشهاد إلى نسخة طبق الأصل، تراني الأبوة المزورة أم الحب المزور؟ أنت التي كهذا الوطن تحترفين تزوير الأوراق وقلبها دون جهد. كان مونتيرلان يقول: إذا كنت عاجزا عن قتل من تدعي كراهيته فلا تقل إنك تكرهه، أنت تعهر هذه الكلمة. دعيني أعترف لك أنني في هذه اللحظة أكرهك، وأنه كان لابد أن أكتب هذا الكتاب لأقتلك به أيضا. دعيني أجرب أسلحتك، فربما كنت على حق. ماذا لو كانت الروايات مسدسات محشوة بالكلمات القاتلة لا غير، ولو كانت الكلمات رصاصا أيضا؟ ولكنني لن أستعمل معك مسدسا بكاتم صوت على طريقتك. لا يمكن لرجل يحمل السلاح بعد هذا العمر أن يأخذ كل هذه الاحتياطات. أريد لموتك وقعا مدويا قدر الإمكان، فأنا أقتل معك أكثر من شخص. كان لابد أن يجرؤ أحد على إطلاق النار عليهم يوما. فاقرأي هذا الكتاب حتى النهاية،
بعدها قد تكفين عن كتابة الروايات الوهمية وطالعي قصتنا من جديد، دهشة بعد أخرى وجرحا بعد آخر، فلم يحدث لأدبنا التعيس هذا أن عرف قصة أروع منها ولا شهد خرابا أجمل.